في إطار المبادرات الخيرية التي تقوم بها جمعية الأمل ببلجيكا، وزعت خلال عيد الأضحى عددا من الأكباش على الفقراء والمحتاجين والأيتام بجماعتي زايو وأولاد ستوت. شكرا اخوتي، الله يرحم الوالدين. كيف فرحتوا هذا البزاز، ربي هو اللي يفرحكم عندكم الجنه. شكرا يا حبيبي، الله يخلف عليكم كثر خيركم. طلبوا ربي هو الله يرحم المحسنين، الله يعاونكم. كنشكركم من قلبي، وكان نحمد الله ونشكره على ربي لقاني مع وجودكم وتهليتوا فيا وكرمتوا لي وليداتي صغار. كنشكركم من قلبي وشكرا بزاف، والله يرحم لكم الوالدين وجميع اللي ساهم في الخير. وكي قالوا كرم المحسنين ربي كرمه ان شاء الله. الله يخلف عليكم، الله يجزيكم اكثر ما عندكم، كما فرحتونا بربي فرحكم وشكرا بزاف. هذه العائله. وتأتي هذه المبادرة الخيرية قصد التضامن مع العديد من الفقراء الذين لم يكن بمقدورهم شراء الأضاحي لإسعادهم، وتضامنا مع من حالت بينه وبين فرحة العيد قصر ذات اليد. عيد وهاد العواشير وهاد العيد المبارك درتونا بهذا الشيء، جبتونا هذا الشيء، راه ما عندناش، جبتونا هذا الشيء. الله اللي تكرم علينا، الله ربي يتكرم عليه، والله يخلي لوليداته. وحنا ما عندنا قدرة الا قدرة الله وقدرة هاد الناس، هاد الجمعية اللي راهم يعتقونا بهاد الشيء، وربي يخليهم، وربي ما عندنا باش نكافيهم، ربي اللي يكافيهم من عنده. فرحتوا لي هاد الولاد، الله يفرحكم. الله يتبت العمل ديالهم، الله يجعلهم حسنات في الدنيا وحسنة في الآخرة يا رب. اللهم يا رب تحفظهم، اللهم يا رب تصلح لهم الذرية، اللهم يا رب تكرمهم، اللهم يا رب تزيدهم الخير في الخير. الله يسهل عليكم يا ولدي كامل، وعشركم مبروك يا ولدي، عشركم مبروك. ونشكركم يا المحسنين، نشكركم يا المحسنين، الله يزيد في الإحسان ديالكم، يزيد في الإيمان ديالكم إن شاء الله يا ربي. عشركم مبارك يا الأحباب. وللإشارة، فإن جمعية الأمل ببلجيكا تقوم بعدة مبادرات خيرية لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والأيتام والمعوزين.